أدار المباراة بشكل يعني مش على المستوى فيريرا من أول المباراة. فكرة الاعتماد على 4-3-3 بوجود ثلاثي في نص الملعب ما عندوش المقاومات إن هو ينجح الطريقة دي، طرفين على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال، بيتكلم على عبد الشافي مش لائق بدنيا، كان بيحاول في الشوط الأولاني، حمزة المسوسي ما كانش ليه إسهامات هجومية بالمرة، كان في اعتماد على الكور العرضية الشوط الثاني لمهاجم طوله 170 سنتي. يعني احنا مش بنتكلم بقى على امكانيات، احنا مش بنتكلم على قدرات سامسون اكنيولا، بس بنتكلم على الفكر نفسه. شفناش اي اختراقات من العمق، دفاع الاتحاد وخط نص الاتحاد مش عايزين نبخسهم حقهم، قدروا يتعاملوا مع الكور القليله اللي جت من هجوم الزمالك بمنتهى الاقتدار. بنتكلم على طبعا عبد الله نصيب، واحد من افضل اللعيبه في المباراه، بنتكلم على مورو ساليفو عمل مباراه جيده في نص ملعب الاتحاد، افضل لاعب خد اجازه افضل لاعب بالظبط، هو يستحقها لان هو يعني ما كانش فيه المواجهات والالتحامات الكتير في نص الملعب، بس في نفس الوقت ما شفناش الزمالك قادر ان هو يستحوذ على نص الملعب او بيتفوق في الكور الثانيه او الالتحامات. بشكل عام هو تعادل عادل بالنسبه للفريقين. مانيولوفيتش يعني يحسب ليه انه بعد 3 خسائر قدر ان هو يسترجع قوته العادي بتاعه حتى، بس في غياب واحد من افضل لعيبه الاتحاد وهو مروان عطيه بالتاكيد طبعا، والحارس مهدي سليمان اكيد.